ليه نحن ما نستخدم التطبيقات دي؟ في التطبيقات دي مش في مونتاج، صح في نايم، صح في فعلا. والله يا استاذ كوميك، شوف، هو طبعا الدراما والحاجات اللي بتقولها دي اسمها فن، وللاسف يعني لو دايرين كلامي الحقيقي الفن يعني شايف انه ما له حجمه. يعني انا شايف ان ظلموا كثير ناس الفن، وما ماخذين وضعهم، ما ماخذين يعني اريحيتهم، زايد انه ما مواكبين. يعني الناس الكبار الفخمين في الفن مشغولين في نفسهم، ومشغولين بالحياه ومشاكل الحياه ومصايبها. الشباب الحالي لو لقى الناس العمد الكبار الفاهمين واحتووهم، انا واحد من الناس، حسي انا شاب ماشي على مزاجي، انا على بصيرتي المعينه، في غيري ماشي على بصيرته. لكن مثلا استاذ كوميك ده بهيبته الفنيه الكبيره دي، مثلا لو مثلا يوم الجمعه ده بس قضل الشباب من بعد صلاه الجمعه ليه اخر الليل بس مع الشباب، يجمع ناس سامي وناس فلان وفلان، حنعمل الماده الفلانيه، هل تتوقع انك حتصنع جيل ولا ما حتصنع؟ يوم واحد في الاسبوع حتصنع. لكن احنا للاسف الناس القامات، ناس الفن والناس اللي في يدهم المفاتيح، ما مدنا من وقتهم. لا انا هسي شفت ناس يعني في دول ثانيه، ما هو ما الحاله يعني في ريف كويس، قاعدين يعملوا دراما. ايوه قاعدين يعملوا دراما وينقضوا فيها حاجات، صح، اجتماعيه، صح، كويس، حاجات دينيه. كويس انه في سلوك أيوة. يعني غير لائق بديننا الاسلامي، في سلوك غير لائق بعاداتنا وتقاليدنا، دي كلها قاعدين ينقضوها عبر الدراما. صح. وناس بكل بساطه بتوصل رساله بطريقه جميله وفنيه، يعني ما بالضروره يكون في زول يعني مدرب ولا حاجه بالشكل ده، وشويه شويه بيتعلم. ما هو التوجيه يا استاذ كوميك، اي حاجه في الدنيا دي، احنا ما في زول بيقوم في الدنيا دي فاهم. يعني الناس كثير من الشباب مثلا واحد عنده امكانيه جميله في الفن وفي التمثيل، هو ما عارف نفسه ما لم يكتشفه انسان ويدله على الطريق. صح. زي المتنمر ده، واحد منهم، انا واحد منهم شخصيا احتكيت معه، يعني وجدته في البدايه وشكله ما عارف شنو، المهم بديت احتويه واقول لك كده، والله يا جماعه الزول ده خلال 6 شهور اتغير شخصيه تامه، حس من انجح الناس في التيك توك، وبدا يقدم محتوى. ليه؟ لانه مسكنا الطريق.